ار بي جي، اطرقوا على الفرع او على البنك. فعلا هعملها لو بدي موت قدام البنك. البنك حينقضى، الموظفين حينقضوا، في عالم حتنقضى. انا عمري 66 سنه هلا وكسور، ما عدت سألان عن حياتي نهائيا. انا مستعد موت باي لحظه لانه الموت مره واحده بهالدنيا. فالانسان يموت عزيز شريف افضل ما انه يموت بالذل والاحتقار اللي احنا عايشينه. في غصه بقلبك اليوم؟ طبعا في غصه مخصوص بشكل كبير جدا. انا رجل ما بحب ابكي، بس وصلونا لنقطة احنا حننتقم منهم بأشد انتقام، وفعلا هأعملها، فعلا هأعملها لو بدي موت قدام البنك. وحياة دموعك يا بيي، حقك رح يرجع لك لآخر قرش، وما رح نخليك لحالك. كنت بأمريكا، صار لي فترة هون، جيت لحصل حق بيي، وحتى لو بدي يصير دم، لو بدنا نروح قتلة، ما عادش تفرق معنا. أنا حاط مستقبلي أصلاً على الخطر، وما عادش في أصلاً مستقبل هون بلبنان، مستقبلنا كنا كلبنانيين انتهى. صار عندي شلل، اشتغلت، كبرت، اشتغلت، ما بمشي مثل كل العالم أبداً، بمشي على عكازتين. طبعاً خلال عملي لمدة 40 سنة بالسعودية جمعت شوية مصاري من هونيك، من تعبي ومن شغلي، من شقانة مثل ما بيقولوا، بالشمس، بالحر، بالبرد السائع جدا 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 هونيك، برد صحراء، وحرارة الصحراء كانت لهيب بكل معنى الكلمة. وجينا لهون من 4 سنين ونص تقريبا، مصرياتي كانوا موجودين بالبنك مجمدهم، فاللي اكتشفنا انه بطلوا يعطونا مصاري نهائيا. يعني انا كنت شوف بي يجر اجره، هو ماشي يجر اجره ليروح يحصل القرش، ليروح يتعب، تعب بمصرياته، بالاخر يجي لهون ومصرياته تروح. لا، حاطلع انا وابني على البنك، على اي بنك كان. شو تعملوا؟ بدنا هاجم البنك. كيف رح تهاجموا المصري؟ والله انا حكون مسلح باي شكل كبير، حتى ولو بدي اني موت من اجل وديعتي. البنك حينقضى، الموظفين حينقضوا، في عالم حتنقضى. واذا سكروا البنوك اليوم وسكروا بكره وسكروا بعد بكره، ممكن مستعد اني اجيب مدفع ومن غير مبالغه ار بي جي، اطرقوا على الفرع او على البنك او على اي شيء كان حتى ياخذ حقه. اليوم رح تفوتوا بسلاح خلب بلاستيك ولا بسلاح حقيقي؟ لا، ما فيش اسلحه بلاستيك، اسلحه بلاستيك هاي والله زمانها. احنا مسلحين يعني عادي، احنا يعني هذا مجرد كلام ولا لا؟ رح مجرد كلام، هذا فعل رح افعله 100%، رح افعله صدقا، عم بحكي عن جد. شويه مسلحين حاملين كلاشينكوفات على سبيل المثال بكل صراحه، وهاجم البنك، بيحطوا حرس 1 2 3 4 5، ما عندي مشكله بالموضوع. قلت لك بدي موت، ما عندي مشكله اني موت، كرمال حق، كرمال حق اولادي. اعصابنا تلفت، ما فيش لعب، ما في لعب معنا. ما اخذ بالقوه لا يسترجع الا بالقوه.